إلى ولاية الجلفة، حيث تعيش السيدة مسعودة حياة الترحال بين أطراف صحراء المناطق السهبية، حيث تعتمد في حياتها على تربية المواشي بين ازدواجية تجمع بساطة العيش والتشبث بالعادات المتوارثة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لزكريا مداح ووردة أقشيش. على بعد عشرات الكيلومترات جنوب ولاية الجلفة تنتصب خيم البدو الرحل، خيم تخفي الكثير من الأسرار. وقفنا على بعضها عند السيدة مسعودة التي تعيش على رعي الأغنام رفقة زوجها. فجت دايرين لقطوا في الحطب هذا اللي راه مع الأرض، لقطوا فيه نسخنوا فيه وضو دايرين مراش مع مرة يعني ضويت انتو على طاقة شمسية. رحالين نروحوا للتل الصيف والشتاء الصحراء، ما نرفدوش في الكماين. لا لا والله ما صارت هي الكماين ما تسعى في ذاك الوقت. رغم كبر سنها وتخلي أبنائها عنها، إلا أن مسعودة تعتمد على الرعي لكسب قوتها اليومي، مهنة تعتبرها إرث أجدادها رغم الظروف المعيشية البدائية الصعبة. خرجت مع ديوانه من المدينة، ومن بعد درت هذا البركة وذراري راحوا عليا، راني سارحة برزيقي ناكل منه ونشرب منه، نحط بالحطب لكان ما عاديش نجيب لهم مويها. في مثل هذه الظروف القاسية تقاوم العائلات البدوية الطبيعة من أجل البقاء وتنتقل من مأمى. وصلنا لختام هذه الجولة المحلية، أشكركم على